<applause> محمد عبد الكريم من اليمين وعلى اليسار هيثم عبد الحميد وثنائي محور الاتكاز على كحيس والمنتصر طربان بعد غياب طويل عن التواجد بشكل اساسي حاولات للتعاون على الجهه اليمنى البرداح مع الشامخ القذافي لكن اول ربع ساعه من عمر هذه المباراه السلبيه في ديربي جدابي او ديربي مدينه الشمس بين التعاون ونجوم جدابي عماد السويري في محاولة رفع الكرة أمامية وصلت لكن على حس أطول من الجميع عادت للنجوم البدوي نفذت الجانبية لكن تحولت من دفاعات التعاون عادت من جديد بودي يصوب جول با 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 جول اللي يبعد كرة لكن في الأخير الكرة لازالت التعاون محمد كوشا في محاولة يلعب كرة أمامية جول بالنيران الصديقة بالنيران الصديقة او في الدقيقة عفوا 66 من عمر هذه المباراة هل سيكون هنالك هدف ثاني بالمرة ام سينتهي اللقاء على هذا الواقع هدف لهدف لكلا الفريقان هل صاحب الهدف الثاني من جانب الفريقان سيكون نجم هذه الليلة وعريس المدينة في هذه المباراة كرة من جانب فرج عبد الحفيظ محاولة عرضية لكن يبعدها مازن هدية لازالت التعاون البرداح في محاولة يتقدم لكن الحكم يامر باستمراريه اللعب، عادة الكره التعاون من جديد، وكوشة مع فرج عبد الحفيظ، قد ياتي التفاهم في هذه الكره، يمكن يس العرضيه من فرج عبد الحفيظ الى سعد البرداح وجول، با 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 با, با جول. سعد بالاصابه بالمعاناه، وهذا ما يحضر اليوم، وعرضيه فرج عبد الحفيظ يضعها امام تقدم سعد البرداح اللي كان مصاب وكان يضع يتحرك بقدم واحدة داخل أرضية الملعب لكن الإصرار والرغبة 84 دقيقة أعزائي المشاهدين من عمر هذه القمة والنتيجة كما أشرت على حالها هدفان للتعاون بعد ما قلب الطاولة على جاره نجوم جدابية نفذت المخالفة بقدم عماد سويري محاولة رأسية من جانب الجوم طه برواق لكن الكرة لازالت خطيرة داخل مناطق الجزاء محاولة تصويب وقول جول حسين العبيدي حسين وصلت في الاخير الى اوكوشا الاضافه المميزه من جانب التعاون اوكوشا يتقدم واحده واثنين لكن يفقد اوكوشا وصلت الى اوكوشا من عامر شحات أمامية من جانب التعاون قيادة هجوم جديد أوكوشا يحاول يبحث عن زميل بينية رائعة مع انطلاقة الشامخ لا وجود للتسلل لكن تأتي الراية وعلى ذكر الأفضلية دائماً وفي هذه اللحظة بالذات أعزائي المشاهدين يعلن الحكم عبد الواحد حريويدة انتهاء قمة مدينة جدابية ديربي المدينة بين التعاون والنجوم بالتعادل الإيجابي بهدفان مقابل هدفين لكلا الفريقين <applause>